السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم آية. ألوغ اليوم جيتكم في نوفيل فيديو اللي هي لوفو جينيس. بون، أنا إلا ديروا عليا بيرسونيلمون هاد لو ديابو ما عجبنيش كاريمون. أون فات لي ديزاين تاعو بزاف هايلين، مي بصح في الهضرة الكتيبة إكسيتيرا ما جي با إيمي وما فهمتش منو. دونك جي في أن ريزومي نقراو منو في موا كونفيونس. ألوغ لو ريزومي تاعي صورتو بهاد لابليكاسيون باش يبان Je suis très claire. Alors, l'ovogénèse, tout simplement, c'est un processus discontinu. Je m'en discontinu, mais en tout cas, je continue qui mal spermatogénèse. Et il est cyclique. كل خطره في الشهر على بالنا حنا كامل بلي كل خطره في الشهر لا فام حتكون انديسبوزي دونك اوتوماتيكمون ماهيش حاجه تصرا كل يوم. تاني حاجه واحده اخرى يبدا من لافي فيتال حتى لا مينوبوز، يعني ملي تكون طفله فيتوس جنين حتى لسن معين وام بعد نقولوا علاش يحبس في لا مينوبوز باسكو عندها سبب. لا ديفينيسيون تاع لوفوجينيز سي لا فورماسيون دي غاميت دون لو سيكس فيمينا. بيان سور الهدف تاعنا من لوفوجينيز سي كون برودويو واحد لي سيلول، هذوك لي سيلول يعيطوا لهم اوفوسيت. هذيك لا سيلول هي اللي ان شاء الله حدلي لا فيكونداسيون تتلاقى مع لو سبرماتوزويد ويعطوني بيضه ملقاحه وفرد جديد في المجتمع. Elle se déroule au niveau de l'ovaire. L'ovaire معناتها الميبيض. داكور؟ Elle est indissociable de la folliculogénèse. La folliculogénèse c'est un processus ثاني ونقراو عليه بيان سور، مانيش حنجوزو، حنقراو عليه باش نعرفوا اكزاكتومون كيفاش هو يصرا. D'accord. قالك تاني لي سيلول جيرمينال اباريس ا بارتير دو لا 3ème سيمين دو ديفلوبمون امبريونير. واش معناتها هاد الهضره؟ يعني الطفله كي تكون فيتوس في كرش امها ا بارتير دو لا 3ème سيمين ها يظهروا لي لي سيلول جيرمينال، يعني لي سيلول البدائيين كامل الاوليين كامل اللي من بعد ان شاء الله حيعطوني لوفوسيت. دوكا جوسكا ميتنو ما عنديش اوفوسيت، اوكي ما عنديش بيضه. نقراو شويه على لاباري جينيتال فيميل. لاباري جينيتال فيميل اللي تشوفوا لا فوتو، داكور؟ دوك ندير لكم لا فوتو. واش فيها؟ فيها دو غلوند جينيتال اللي هما لي زوفير الميبيض، عندي زوج، واحد على اليمنى واحد على اليسرى. التراكتوس جينيتال فيميل واش فيه؟ فيه لا ترومب دو فالوب. لا ترومب دو فالوب واحد القناه هكايا واسمها قناه فالوب. دوك نشوفوها. لا ترومب دو فالوب تحتوي على ثلاث مناطق اللي هما لو بافيون لامبول اي ليستم داكور. وعندي تاني لوتيروس هو الرحم اللي نورمالمون كامل نعرفوه اللي فيه يتربى البيبي. عندي لو فاجون اللي هو المهبل وعندي لا فيولف. اوكي نشوفوا لا فوتو بور ميو كومبروندر. الوغ وين راهي؟ فوالا هذه هي. دونك هذه هي لا فيولف كيما راكم تشوفوا هي التحتانيه كامل فيها لي غروند ليفغ لي بتي ليفغ، ومن بعد كندير لو فاجان، ومن بعد كيجيني الكول تاع لوتيروس والقناه تاع فالوب. وعندي في القناه تاع فالوب عندي لي سم اللي هي لا بارتي اونتر القناه تاع فالوب والفالوب ولوتيروس. عندي تاني le pavillon هو اللي يتلاقى مع لوفير. attention entre le pavillon ou l'ovaire ما راهمش متلاصقين ما كشغل هكا قراب لبعضهم بصح ماهمش متلاصقين. داكور دونك شوفوا لو ديسان تفهموني تري بيان ان شاء الله. وهذا هاد الغوز سي لوفير هو المبيض اللي فيه ان شاء الله صناعه لي زوفيول. فوالا نكملو. عندي لا ديفيزيون سيلولار. لا ديفيزيون سيلولار كيفاش تتم؟ تتم بلا ميتوز وتاني لا ميوز. يصراو للزوج داكور. ميتوز قرينا عليها من قبل، اللي ماهوش فاهم ميتوز ميوز يلقى يشوف لا بروميير فيديو اللي درتها في لامبريولوجي اللي هي مقدمه في لامبريولوجي تلقاوها في البلاي ليست. اوكي دونك الميتوز الي تري تري سامبل، فيها بروفاز فيها تاني بروميتافاز. ان فيت لا ديرنيير فوا جي با بارلي دو لا بروميتافاز بصح سي اون ايتاب كاين اللي يهملوها وكاين اللي يقولوها. ان فيت هاد ليتاب شغل ايتاب هكا انتقاليه اونتر البروفاز والميتافاز. اوكي دونك بروفاز بروميتافاز ميتافاز انافاز اي تيلوفاز. جي دوني دي زاستوس كيفاش تقدروا تحفظوا هاد لي زيتاب، سيتي تري انتريسون هذيك لا فيديو. اوكي قلت لكم جي دوني دي زاستوس تري انتريسون في هذيك لا فيديو كيفاش تقدروا تحفظوا.
قرينا على كلمة بيمات لاراكوشافيين داكور. الوغ نجوزوها انا بو مون نجوزوها لا ميتوز سي با سي با فريمون امبورطون نحول الصح كامل. تصرا قلنا لا ميتوز تصرا تاني لا ميوز داكور ديروا في بالكم. وعندي قلنا دو ميوز قلنا كاينه ميوز ريدكسيونيل اللي هي لا بروميير ميوز وعندي ميوز دو اللي جايه ايكواسيونيل داكور. الميوز تاني فيها دي زيتاب سواء الميوز 1 ولا الميوز 2 فيها البروفاز بروميتافاز ميتافاز انافاز تيلوفاز. اوكي قلت لكم بوك البروميتافاز كاين اللي نحيها وكاين اللي نخليها والبروفاز قلت لكم هذه هي لي 5 ستاد تاع البروفاز تلاقيت بها خطره في كوسيام دونك سي با فريمون امبورطون ما تكسوش راسكم في عفسه طيح خطره طيح عليها بالك كوسيام واحد وصعيبه شويه دونك اللي يقدر يشدها يشدها اللهم بارك اللي يقدر ما يشدهاش سي با سي با فريمون امبورطون سي با سا لو سي با سا لو بلوز امبورطون لو بلوز امبورطون راني حنقولو ان شاء الله اللي هما لي زيتاب تاع تاع لوفوجينيز داكور. باكي اللي قتشدوا لي عفسه برك تري امبورطونت بلي لا ميوز 1 هي هي لا بلو لونغ ولا ميوز 2 هي لا هي الي تري كورت هادي كو سي ان ضل طيح. وثاني بلي لا ميوز 2 قلتها لكم الخطا اللي فاتت بصح معليش نعاود ال غوسومبل ا اون ميتوز الميوز 2 تشبه للميتوز اوكي اللي جايه ايكواسيونيل ما عليناش لوفوجينيز هذه مانيش حنشوفوها هذه مانيش حنشوفوها باسكو عندي شيما سبيسيال ليها داكور اللي هو هذايا هذا لو بلوز امبورطون كامل في الدرس تاعنا الا فهمتوا لي هذه الورقه حتفهموا كامل لوفوجينيز. باش نبداو اول حاجه اللي قديرها في بالك بلي انايا طفله كي تكون فيتوس في كرشي امها داكور ابتداء من لا 3ييم سيمين دو ديفلوبمون امبريونير يعني كي تكون امبريون ميم با فيتوس كي تكون امبريون تكون عندي واحد لا سيلول بريمورديال هاد لا سيلول بدائيه كامل يحيطوا لها لوفوغوني اوفوغوني هادية تكون ما كاش قبلها هاد لوفوغوني هاد لوفوغوني هي الاولانيه كامل تكون كاينه هاد لوفوغوني الي ديبلويد يعني دوزان كروموزوم يعني 46 كروموزوم داكور هاد لوفوغوني تحب تكثر من العدد تاعها كي تحب تكثر من العدد تاعها واش تدخل تدخل في الميتوز تنقسم ميتوز 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 شاك سيلول تعطيني دو سيلول يا هكذا يشبهوا لها يشبهوا لبعضهم ويشبهوا لا سيلول مير داكور وكامل دوزان كروموزوم بصح شنو ميتوز نورمال اتونسيون لوفوغوني سي اون سيلول جيرمينال ماهيش سوماتيك راهي جيرمينال يعني من بعد ان شاء الله كي تنقى عندها قابليه للانقسام بار ميوز اوكي اللي شاف لا فيديو الاولانيه يفهم واش راني نقول هادي لوفوغوني كي تنقسم بار ميتوز 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 ومن بعداتك تكثر العدد تاعها رايحه تديفلوبا محسوب الشبكه الهيوليه الفعاله تاعها تولي بزاف توجد روحها باسكو علاه على بالها بلي رايحه تدخل في ميوز هذه هي لا سيلو كي تجي حتدخل في ميوز توجد روحها يولي اسمها اوفوسيت ان هكا العلماء يحبوا يبدلوا لها اسمها يرجعوها اوفوسيت ان داكور هذه لوفوسيت ان دوكا تدخل في الميوز بصح قبل ما تدخل في الميوز حبيت ننبه لواحد لانفورماسيون تري امبورطونت اللي هي ديروا في بالكم باللي ابارتير دو لا 3ييم سيمين قلنا حيظهر عندي لي زوفوغوني غير ومن بعد كي نديفلوبي ونديفلوبي تولي تولي الحاله في لو 5ييم موا يعني المراه راهي انسانت في 5ييم موا الطفله هذيك اللي راهي في كرشها عندها هذيك الطفله هذيك البيبيه اللي راهي في كرشها عندها 7 مليون اوفوغوني داكوغ علاش علاش رجعوا 7 مليون اوفوغوني باسكو زاد العدد تاعهم بزاف داكوغ زاد بزاف العدد تاعهم ومن بعد هذيك في 7ييم موا يعني دوكا خلاص المراه راهي انسانت في 7ييم موا قريب تولد يقولوا لي زوفوغوني من 1 الى 2 مليون اوفوسيت 1 علاش رجعت اوفوسيت 1 باسكو خلاص هذوك لي زوفوغوني ولاو دي زوفوسيت 1 شغل طوروا وبدلنا لهم اسمهم علاه نقصوا علاه نقصوا باسكو تو سامبلومون كاين بزاف يموتوا كاين بزاف ما يقدروش يشدوا كاين بزاف اللي جايين هكا مال فورمي صافي كنتخلصوا منهم داكور دونك سي توت افي لوجيك ينقص العدد تاعهم هذه هي لا ميتيبليكاسيون لي ديفيزيون ميتوتيك اللي راهم يصراو سي لا فاز دو لا ميتيبليكاسيون هذه يطيح بزاف لي كوسيم يحبوها لا فاز دو لا ميتيبليكاسيون هي الاولانيه كاع اللي نبداو بها صاري لها كيما لو فوجي باردون كيما السبرماتوجينيس تشبهها لها دائما نبداو بلا فاز دو ميتيبليكاسيون اوكي باردون على صوتي باسكو تبحبح غراف ما عليناش ومن بعد قلنا دوكا عندنا اوفوسيت 1 هي وشنو لوفوسيت 1 هي والو هي اوفوغوني متطوره هذا ما كان ما صرا والو هذيك لوفوسيت 1
تروح تحكم لي كروموزوم تاعها اللي يكون عندهم ان سول كروماتيد تروح دوبليكي ترجع شاك كروموزوم يولي عنده دو كروماتيد على بها راكو تشوفوا هنا 46 مضروبه في زوج ما كان والو راهي دوبليكي باش توجد روحها للمية اوكي هنايا حيبدا ان شاء الله ان ديبي دو كروسمون اي دو ماتوراسيون قلت لكم هنايا حيبدا ان ديبي دو كروسمون اي دو ماتوراسيون دونك اللوفوسيت هذه حتدخل ان شاء الله في ميوز 1 اللي هو ريدكسيونيل الميوز شنو هي ليطاب الاولانيه تاعو يا اخي بيمات يعني البروفاز هو الاولاني كامل كي تبدا تدخل في البروفاز حتحبس حتتبلوكا داكور تري تري امبورطون تتبلوكا في البروفاز هذيك سي ما عليناش راهي تبلوكات في البروفاز ومن بعد هذيك خلاص المراه هذيك ولدت هذيك البيبيه تاعها زاد صافي كسرات لا نيسونس هذيك البيبيه اللي تولدت كي نروحو نشوفو لداخل نبحثو في لي زوفير تاعها واش حنصيبو حنصيبو دي سيلول اوفوسيت 1 بلوكي اون بروفاز 1 هذه هي لا فيناليتي هذه هي الزبده شحال حنصيبو حنصيبو 1 مليون اوفوسيت 1 في شاك اوفير يعني لوفير اليمين نصيبو فيه 1 مليون لوفير اليسار نصيبو فيه 1 مليون داكور ما عليناش زادت هذيك البيبيه وقدام منا كبرت شويه حتى سن البلوغ حتى بلغت الطفله من لا نيسونس حتى سن البلوغ يعيطوا لها لا بيريود دو كيسونس يعني فيها خمول ما يصرا والو لوفوجينيز رايحه تبلوكا داكور الوغ قلت لكم لوفوجينيز رايحه تبلوكا ومن بعد تيك الفا روبروندر ان شاء الله في سن البلوغ اصلا على بها الطفله تبلغ هذيك الدم اللي يهبط كي تبلغ الطفله ماشي في باطل باسكو لو لوفوجينيز راهي عاودت البرونات داكور المهم تصيب روح الطفله عندها 400,000 اوفوسيت 1 في شاك اوفير لوفير اليمين 400,000 لوفير اليسار 400,000 ياه نقصوا علاش نقصوا تو سامبلومون باسكو فهاديك فتره الخمول كاين بزاف اللي ماتوا كاين بزاف اللي ما قدروش يشدوا كاين بزاف اللي صرات لهم سا ديبون فو فوي دونك سي توتا في لوجيك علاش نقصت الحاله ما عليناش دوكا واش معناتها كي قلنا في لا بيبرتي لوفوجينيز الا شغل عاودو تربرونات واش معناتها هاد الهضره معناتها باللي هذيك لوفوسيت ان اللي خليناها الفوقا جات حتبدا الميوز جات حتبداه حبسناها في البروفاز 1 حبست وحده وحده حبست الفا روبروندغ لا ميوز اللي كانت بديتها رايحه تربروني هاي لوفوسيت 1 مازالها توجور دوزان كروموزوم اتونسيون مازالت ديبلويد رايحة تربروني الميوز تاعها على بها كتبت ميوز 1 اشوفي يعني حتكملها كي دير ميوز 1 يا اخي على بالكم بلي الميوز 1 ولا الميوز 2 ولا نيمبورت كال ديفيزيون ولا الميتوز ولا نيمبورت كال ديفيزيون حيعطيني دو سيلول اون سيلول تعطيني دو سيلول داكور الميوز 1 لوفوسيت 1 حتعطيني دو سيلول لا سيلول الاولانيه اللي تعطيها لي اللي هي لوفوسيت 2 حبينا نبدلو لها اسمها بدلنا لها اسمها باسكو سيلول جديده وحتعطيني تاني ان جلوبول بولير هذه الجلوبول بولير ما تحيروش فيها راسكم هذه سي تون سيلول ما عندها حتى معنى السيتوبلازم تاعها ريدوي ما كان والو سيلول هكا ضعيفه ومن بعد تضمحل وتروح وتموت ما عندها حتى معنى اللي تهمني بزاف هي هذه لوفوسيت 2 صافي لوفوسيت 2 هي وشنو سي تون سيلول جاتني من لا ميوز 1 سي تون سيلول ابلويد ماهيش ديبلويد كيما لوفوسيت 1 علاش ابلويد قلت لكم الميوز يعطيني دي سيلول ابلويد انسى الميوز يعطيك سيلول ديبلويد يعطي لك ابلويد دوكا حبيت نقول لكم ثاني حاجه واحده اخرى باللي هذه لي طاب اللي نهضر عليها سي فان دا كروسمون اي فاز دو ماتوراسيون حيصرا اون فان دا كروسمون باسكو لا كروسمون بداني الفوقه كي كانت فيتوس شغل بدا وحبس قلنا خير صرا بلوكاج المهم تاني كاين حاجه واحده اخرى انفورماسيون نقدر نعطيها لكم دوكا دو بريفيرونس اكو تشوفوا هاد لوفوسيت 1 زعما هكا لوجيكمون في بالك نتايا علاش هذيك لوفوسيت 1 كملت لا ميوز تاعها في هاد الوقت بالذات باسكو جاها منبه معين شكون هو هاد المنبه جاها واحد الهرمون واسمو ال اش صرات اون بيك تاع ال اش على بها لوفوسيت 1 كملت لا ميوز داكور سينون كون ما جانيش البيك تاع ال اش ما هيش حتكمل وهذا البيك تاع الالاش
en quelque sorte héréditaires. Par exemple, donc طفلة اللي تبلغ في 12 سنة généralement quand tu تحوس يمها كانت بلغت في 12 سنة. Donc هذه هي. Vous voyez. ما عليناش. Donc هذاك البيك تاع الاش هو اللي يحفز لي لوفوسيت 1 باش تكمل لا ميوز, هو اللي يحفز لي يعني الصنع تاع لوفوسيت 2, ومن بعد ديك لوفوسيت 2 هذه ها داكور الى صرات باردون ومن بعد ديك لوفوسيت 2 هذه حاجه تدخل في ميوز 2. كي تجي تدخل في ميوز 2 باسكو هذه هي غير تصرا ميوز 1 يصرا موراها ميوز 2 سي توتافي لوجيك. غير تجي تدخل في ميوز 2 هي تاني حبسوها كيما حبسوا الفوقة لوفوسيت اه هي تاني حبسوها, بصح هادي ما يقدروا لهاش ما يحبسوهاش في البروفاز, يحبسوها في الميتافاز يعني ليتاب لي مول البروفاز داكور, يحبسوها في البرو في الميتافاز 2. علاه اسمها ميتافاز 2 باسكو ميوز 2 نورمال. كي يحبسوها في هاد ليتاب تاع الميتافاز تقعد هكا حبسه الى صارت لا فيكونداسيون, دونك هاد لوفوسيت 2 هادي تقعد تستنى هاي تستنى داكور الى صارت لا فيكونداسيون يعني جا سبرماتوزويد وصرا القاح. دونك هاديك باردون زيدو دونك هاديك لوفوسيت 2 الى صارت لا فيكونداسيون رايحه تتلاقى مع لو سبرماتوزويد ورايحه الف اشوفي هاديك لا ميوز 2 تاعها, يعني هذيك لا ميوز 2 اللي راهي حبسه في الميتافاز 2 رايحه تتكمل, غير تشوف سبرماتوزويد قدامها رايحه تكملها ومن بعد ديك يتصرا في كونداسيون القاح ويعطوني بيضه ملقاحه نسموها زيغوت. اوكي ومن بعد ان شاء الله في لا بروميير سيمين دو ديفلوبمون امبريونير تفهموا واش معناتها زيغوت وكذا, بصح هي والو زيغوت سي بيضه ملقاحه ما كان والو داكور. وتعطيني تاني مدام ميوز 2 معناتها حيعطيني دو سيلول بيان سور, دونك حتعطيني اوفوسيت 2 وحتعطيني جلوبول بولير. هذه جلوبول بولير قلت لكم ما تحوسوش عليها, سيلول مضمحله وحتضمحل وتروح السلام عليكم. اوكي مي بصح افرضوا معايا ما صراتش في كونداسيون, هذه الاوفوسيت 2 رايحه تضمحل وتروح وخلاص ماهيش حتكمل الميوز 2 تاعها داكور, وهذا ما كان. ومن بعد جوست موراها طفله هذيك حتكون انديسبوزي وهذا ما كان فوالا. ثاني كاينه انفورماسيون حبيت نقولها لكم بلي لوفوجينيز كيما قلت لكم يبدا من لافي فوتال حتى لا مينوبوز حيحبس. وعلاش يحبس؟ حنجيو لهنا السؤال اللي طرحناه من قبيله, باسكو شوفوا معايا طفله كي زادت باردون ماشي زادت كي بلغت هاي صارت لها لا بيبرتي شحال صابت روحها عندها؟ صابت روحها عندها 400,000 اوفوسيت ان في شاك في روزمو في لوفير تاعها. اوكي دونك في الماء بيض فوالا, دونك اديروا في بالكم بلي كل شهر رايحه تطلق بويضه, خطره تطلق من اليسر من لوفير اليسر, خطره تطلق من لوفير اليمين, كل خطره اوفير يعطيني اوفوسيت. اوكي يجي نهار ويخلصوا باسكو راهم ليميتي شغل ماشي كيما سبرماتوجينيز. سبرماتوجينيز توجور عندي لا برودكسيون تاع لي سبرماتوزويد ماهيش حابسه كاع الحاله, بصح هادي نو هادي هي تحبس. اوكي وهذا ما كان على بيها تحبس في لامينوبوز باسكو انايا مور لا نيسونس لا بوبرتي هادو ما كامل ما عنديش خدمه تاع لي زوفوسيت ان سي بون, انا اللي تخدموا لي في لافي فيتال بهم نكمل حياتي يعني تصالوم ريدكسيون تاع لو نومبر وكذا على بالي بلي نقصوا بزاف, بصح سي بون ما تكملش لا برودكسيون ما كايناش. اوكي بون دوكا اون فا كونتينيي سويت تاع لوفوجينيز اي لا فوليكولوجينيز. بون خضروا معايا لهنايا برك. بون واش قلنا برك هكا بو ريزومي, قلنا من لافي فيتال حتى لا مينوبوز داكور, من لافي فيتال ان فيت من لا نيسونس حتى لا بوبرتي عندي اون بيريود دو كيسونس يعني فتره خمول داكور. هنايا هاد لاني رسمتو دوكا كشغل راه يلخص بك واش كنا نقولو, هذا ما كان ماشي حاجه كبيره بزاف داكور. دوكا لو بلوز امبورطون سي لا فوليكولوجينيز. فوليكولوجينيز وشنو هي؟ تو سامبلومون هي صناعه واحد الفوليكول واحد الجريب يحيط بالبويضه تاعي, بس كان البويضه تاعي فو سافوار بلي ماهيش هكا وحدها نو, كاين واحد الجريب يحيط بها. اوكي دونك هذاك الجريب اللي يحيط بها اسمه لو فوليكول, هذاك لو فوليكول راح يتطور راح يصير له تطورات, وهذاك لو فوليكول ربي سبحانه ما داروش فيه باطل, عنده بزاف خدمه امبورطونت
بزاف 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 داكور سورتو في لي زورمون بعد ان شاء الله راكو تعرفوا يا اخي لا فام اونسنت يكونوا عندها دي زورمون طالعين هذه معروفه ميم وحده كي تكون يا ربي كومون ديغيش كي تكون انديسبوزي تاني يكونوا عندها يا اخي لي زورمون مخلطين تكون مقلقه شويه هاد العفسه كامل نعرفوها علاش اكوز دي زورمون هادوك لي زورمون منين جاو يفرزهم لي لو فوليكول تاعي بصح مازال حتى يولي فوليكول ناضج كيفاش يولي فوليكول ناضج رانا جايين هذه هي الحكايه تاع الفوليكولوجينيس دونك الفوليكولوجينيس اللي تعرفوا باللي الفوليكول الاولاني كامل الجريب الاولاني اسمه ان فوليكول بريمورديال الاولاني كامل داكور يبدا كي تكون طفله امبريون فيتوس بلوتو في كرشي امها كاين هادي كونفيرمي ومنها برك باسكو عبالكم جي با تروفي فريمون دي زانفورماسيون هكا كريديبل صبت باللي 7 mois ا بارتير دو 7 mois حيظهر لي لو فوليكول بريمورديال بصح كيما قلت لكم جو نو سوي با سور منها 100% زيدوا ريشيرشيو عليها وعلى كل حال هادي ماهيش متهمش بزاف ماشي هادي اللي تهم لو فوليكول هذاك بريمورديال ان شاء الله حتصالو ماتوراسيون داكور مي بصح هذيك الماتوراسيون اللي تصرا تبدا ا بارتير دو لا بوبرتي يعني يقعد هكاك الفوليكول يقعد بريمورديال ما كاش كاع بالسيتيام موا دو ديفلوبمون امبريونير وهو بريمورديال وقتاش il va entamer la maturation تاعو ا بارتير دو لا بوبرتي كي الطفله تبلغ يولي يكمل il va achever la maturation تاعو قبل ما نكملوا اللي تعرفوا بلي الفوليكول بريمورديال يحيط بواحد البويضه واسمها اوفوسيت 1 داكور قرينا عليها مقبله في لوفوجينيس لوفوسيت 1 عندنا ثاني تشكلنا ممبران دو سلافجينسكي اون فيت ممبران دو سلافجينسكي تقدروا تقولوا عليها بلي هي الصح كامل تاع الفوليكول تاعي وعندنا ثاني دي سيلول باردون ابلاتي فوليكولير اون فيت جو ميكسكوز باسكو راه مخلط كامل ديابو و j'ai pas le temps pour le refaire. OK. سيلول قلنا ابلاتي فوليكولير كيما راكم تشوفوا لهنا دي سيلول ابلاتي فوليكولير يحيط بهم ممبران دو سلافجينسكي يعني هذا هو لو فوليكول بريمورديال كي تصرى لا بوبرتي الفوليكول بريمورديال راح يتطور حيولي فوليكول بريمير واش يصرى فيه لي سيلول اللي كانوا ابلاتي حيولوا كوبيك مربعين الشكل اوكي وحتظهر عندي واحد لازون جديده واسمها لازون بيلوسيد كيما راكم تشوفوا بالكحل لازون بيلوسيد وتوجور عندي اوفوسيت 1 اوكي البويضه تاعي ما تبدلتش اوفوسيت 1 او يصرى تطور فقط للفوليكول بريمورديال تاعي ممبران دو سلافجينسكي توجور كاينه كيما قلنا كي يولي عندي 2 ا 4 كوش فورمون لا غرانولوزا ما يوليش اسمه فوليكول بريمير حيولي اسمه فوليكول سيكوندير دونك واش العفسه هذه دي كوسي نطيح بزاف دونك فوليكول بريمير سي ان فوليكول اللي عنده دي سيلول ابلاتي فوليكولير و ممبران دو سلافجينسكي هذا مكان فوليكول بريمير هما لي سيلول ابلاتي يولو كوبيك وتظهر عندي لا زون بيليوسيد و ممبران دو سلافجينسكي تقعد توجور كاينه فقط ومن بعداتيك كي يصرى 2 ا 4 كوش تاع لي سيلول كوبيك هذوك فوليكولير حيولي اسمه فوليكول سيكوندير هادوك لي 2 ا 4 كوش اللي نعيطو لهم لا غرانولوزا قالك السيكريت ان انزيم كي ترانسفورم لاندروجين اون استروجين اكو تشوفوا هاد الجمله ما تهمش كاع وجامي شفتها في الكو سي ام وجبتها من عندي اون فات ماشي من عندي يعني جبتها من الانترنت دونك سي اون انفورماسيون اللي حبيت تقف برك هذا مكان ابري عندي لو فوليكول تيرتيير لو فوليكول تيرتيير نعيطو له ثاني فوليكول كافيتير علاش فوليكول كافيتير باسكو تو سامبلومون تشكل لي اون كافيتي فوليكولير كيما راكم تشوفوا لهنايا واش صرا في هذا الفوليكول اكو تشوفوا هذوك الطبقات هذوك الكوبيك يا اخي قلنا كانت عندي وحده في الفوليكول بريمير ومن بعد رجعت عندي 2 ا 4 كوش تاع الفوليكول سيكوندير في الفوليكول تيرتيير يقولوا عندي بزاف لي كوش اوكي هذوك البزاف لي كوش نعيطو لهم غرانولوزا قلنا في ديجا اصلا في الفوليكول سيكوندير بدينا نسموهم غرانولوزا مي بصح ا بارتير دو الفوليكول تيرسيير نقولو خلاص غرانولوزا ما كاش و لا ممبران دو سلافجينسكي تكون اون ممبران برك تكون طبقه رقيقه لهنايا لا تولي يسموها لا تيك سيلول تيك ممبران دو سلافجينسكي باسكو توليك شغل بزاف طبقات بزاف لي كوش اوكي صح و لا سيلول تاعي توجور اوفوسيت 1 ما تبدلتش اوفوسيت 1 ما صرا والو يا اخي
ou بعد هذيك لاتيك سيلول دو لاتيك توجور كاينين لا زون بيليوسيد حقا ما قلت لكمش لا زون بيليوسيد هنا نسيت باش نديرها بصح راهي توجور كاينه لا زون بيليوسيد لا زون بيليوسيد راهي تحيط بلوفوسيت ان تاعي توجور لا زون بيليوسيد تحيط بلوفوسيت ان تاعي ابري عندي لا كافيتي تاعي توجور كاينه هنا تصرا واحد الحاجه بزاف امبورطون اللي هي راكو تشوفوا لهنايا لي سيلول تاع الغرانولوزا شويه منهم رايحين ينفصلوا على بعضهم داكور ويروح ويروحوا يلصقوا في لوفوسيت 1 يعني يروحوا يدوروا على لا زون بيليوسيد كيما راكو تشوفوا لهنايا قال لك سو سون دي سيلول انا داير عليهم لهنا بالسهم سو سون دي سيلول دو لا غرانولوزا ماشي دي سيلول جدد ولا ديسبوزي اوتور دو لوفوسيت تاعي كي شويه من لي سيلول تاع الغرانولوزا رايحين ينفصلوا على لي سيلول تاع الغرانولوزا ويروحوا يلصقوا توت توغ تاع لوفوسيت لوفوسيت ان تاعي حنسميهم واحد الاسم جديد يعيطوا لها لا كورونا رادياتا كورونا رادياتا اون انغلي كورونا رادياتا هذه كورونا رادياتا الي تري تري امبورطونت دوك تشوفوا فاش ميم لا زون بيليوسيت الي تري امبورطونت لي بنواره دونك هذا هو لو بلوز امبورطون هذا واش صرا جوسكا ميتنو واش عندي اوفوسيت 1 اوكي دوكا حصرا واحد لافسه تري امبورطون اكو شافين على لا بيك تاع ال اش اللي صرات قلت لكم يا اخي لا بيك تاع ال اش هي اللي خلات لي لوفوسيت 1 تاعي يكمل لا ميوز تاعو يا اخي خلينا اوفوسيت 1 بلوكي اون بروفاز 1 لاكو شافين لوفوسيت 1 il va achever la ميوز 1 قلت لكم بيك تاع ال اش هي اللي تخليه il va achever la ميوز البيك تاع ال اش ماشي غير تخليه هي achever la ميوز حتخليه يدير واحد الحاجه واحده اخرى اكو تشوفوا الفوليكول رايح يطلق لي لوفوسيت 1 تاعي لوفوسيت 1 به بلازون بيليوسيد بالكورونا رادياتا اللي راهي دايره به راح يتطلق تصالوكا بق يتطلق من الفوليكول اوكي كي يتطلق من الفوليكول لوفوسيت 1 تاعي يروح يحكمو هذاك لو بافيون لاكو شافين تاع القناه تاع فالوب البافيون كي يحكمو تاع القناه تاع فالوب خلاص لوفوسيت 1 ومن بعد خلاص صافي عندي بيك تاع ال اش صافي لوفوسيت 1 تقعد تكمل راهي تهاجر في القناه تاع فالوب او ميم طون راهي تكمل فلاميوس تاعها يا اخي او ميم طون راهي تكمل فلاميوس تاعها او ميم طون هذاك الفوليكول واش يصرا له هذاك الفوليكول حيولي لو فوليكول دي يسون داكور وحيولي ان كور جون لو كور جون هذا انا درت له قلب علاه باسكو تري امبورطون تري تري امبورطون هو اللي عاوني بزاف دوك نقول لكم فاش لو كور جون هو il va stimuler la sécrétion de la progestérone بمعنى اخر اللي ما فهمنيش شتو هاد الفوليكول تاعي بعد ما دار جاتني بيك تاع ال ار اش طلقنا البويضه تاعنا لوفوسيت 1 لوفوسيت 1 بها بلازون بيليوسيد بالكورونا ريديات طلقناهم الفوليكول اللي قعد كشوصات فيه ثقبه وتطلقوا لي باينه الفوليكول اللي قعد يتحول يولي انكور جون اي باردون ما قلت لكمش واحد الحاجه باللي هذا الفوليكول اسمه ان فوليكول مور فوليكول دو دوغراف دو دوغراف يا اخي بعد ما طلقت لي لوفوسيت 1 ولا عندي ان فوليكول ان فيت انكور جون يولي اسمه انكور جون هذاك الكور جون هو اللي il va stimuler la sécrétion de la progestérone la progestérone elle est très très importante c'est un hormone très important فاش هو اللي يروح يبني لي en fait هو يساعد على بناء جدار الرحم كشغل شتو باغ اكزومبل الزوج كيجي يحط البيضه تاعو يا اخي لازم يدير العش العش باش يحط البيضه كيف كيف فوتوكوبي تصرف عند خلينا نقولوا عند المراه في الرحم على مستوى الرحم هذيك البويضه الملقحه اللي ام بعد ان شاء الله تولي ملقحه مازال ما تلقحتش يا اخي هذيك البويضه الملقحه لازم لها عش هذاك العش وين يكون في الرحم لازم لها هكا شعيرات دمويه والعش تاعنا سي شعيرات دمويه يا اخي شغل اتس ليترلي عش تاع الصح هذوك الشعيرات الدمويه وقت شكون اللي يساعد على بنائهم سي لو بروجستيرون داكور كي شغل الكورجون تاعي اللي هو الفوليكول اللي خلاص طلق البويضه تاعي يروح
الكور جونكيس يل فاس سيكريتي لا بروجستيرون كشغل البروجستيرون يقول هيا وجدوا روحتيكم يا الرحيم وجد روحك راني باعت لك واحد البويضه وهذيك البويضه سيغمو رايحه تتلقح شغل هكا ويتنبا يقول لك سيغمو رايحه تتلقح كي رايحه تتلقح لازم لها العش وجد روحك دونك على بيها يا جماعه كي ما يصراش الالقاح يصراو لي ريغل علاه باسكو ان فيت لي ريغل سي كوا هذاك لو سون هذاك سي لو سون لي جا من العش اللي تبنى وما استعملناهش اون فيت باسكو داك العش لو فات ما تستعملوش خلاص يضمحل ويهبط شغل خلاص الشعيرات الدمويه دوك يطرطقوا داكور بروجستيرون هذايا الى صرات عمليه القاح يكمل يقعد يتسكريتا لو كورجون ما يموتش غير مي بصح الى ما صراش القاح لو كورجون هذاك يموت ويضمحل سرعان ما يضمحل وبروجستيرون ما يقعدش يتسكريتا بزاف وهذه هي خلينا نهضروا هنايا واش كتبت لهنايا قال لك لو بيك دو الاش انترين لا ريبريز دو لا بروميير ديفيزيون ميوتيك دو لوفوسيت 1 اي ديبيو دو دوزيام ديفيزيون ميوتيك دونك الريزولتا تاع البيك تاع الاش قلناه سي لوفوسيت 2 بلوكي اون ميتافاز 2 داكور هذا هو البيك تاع الاش هذا واش يخدم لي ومن بعد كي تتلاقى مع سبرماتوزويد اللي تكمل الميوز 2 تاعها يا اخي تكمل يعني الميتافاز 2 تاعها شوفوا باش تفهموني تري تري بيان شوفوا لي لو ديسان هذا تاعنا الاخراني داكور باسكو لي ديسان الاخرين شغل ما يعاودوا نفس الهضره هذا يلخص لي كلش كاع لي ديسان شوفوا لي مع الاول كامل شوفوا لي الهرمونات الالاش والافاساج يكونوا بكميه قليله يا اخي تكون صاريه اون كرواسونس تاع الفوليكول تاعي اوكي ومن بعد تشوفوا هذاك الزرق الزرق سي الالاش شوفوا كي صرا البيك شوفوا واش صرا صرا لي اطلاق للبويضه الفوليكول اطلق للبويضه يا اخي وقتاش يصرى اطلاق البويضه في 14 جوغ هادو العفايس ومن بعد تيك ان شاء الله نشوفوهم في اون ديتاي في البروميير سيمين دو ديفلوبمون امبريونير يعني نشوفو وقتاش يصرى الالقاح اكسيتيرا يا اخي ابري كي يطلق لي البويضه البويضه تاعي لوفوسيت ان تاعي الفا اونتامي الفا اشوفي لا ميوز تاعها يا اخي ميوز 1 وراح تدخل ان شاء الله في لا ميوز 2 بصح شنو راح تحبس في الميتافاز يا اخي اون بيتاتيك افونسيو معايا شوفوا الفوليكول خلاص ولا فوليكول يضمحل يولي انكور جون مازال ما يضمحلش يعني يولي انكور جون هذاك الكور جون هو اللي يساعد على افراز البروجستيرون فهمتوا دوكا علاش نسبه البروجستيرون راهي طالعه يا اخي ومن بعد كرو ماركيو التحتاني تاع الرحم شوفوا الرحم التحتاني ريب الاحمر شوفوا الرحم كيفاش طور الجدار تاعو هذا هو العش اللي كنت نهضر لكم عليه كشغل راه يبني في العش الرحم راه يطور عليه باسكو يوجد في روحو على بالو باللي راهي جاياتو بيضه ملقحه البيضه الملقحه لازم لها عش يا اخي ومن بعد هاتيك الفوليكول يعرف يفيق باللي بيان سور باغ دي زورمون اكسيتيرا يفيق باللي ما صراش القاح يقول لك انا علاش راني داير العش اللي دايرو في باطل ايا يروح سي بون كي يهبط نسبه البروجستيرون هذاك العش صاي يطرطق نقدروا نقولوا ان كلكو سورت هذوك الشعيرات الدمويه يطرطقوا ويجوا لي غير نورمال داكور وهذه هي يعني هذا الشيء ما يلخص لي كلش فوالا هذا ما كان غوسو مودو شفتوا واش كان كاع لهنايا قريناه سي بون دونك انا حبيت نعرف بك حاجه سي فو بلي خليوها لي اون كومونتير اسكو هاد لا ميثود عجبتكم تاع نركز لكم على واش يطيح في لي كوسيام باسكو على بالي مع صحاب غاتخاباج ايتو ما كاينش الوقت دونك لي باغ اكزومبل جاوني مور غاتخاباج وحبوا يفهموا هاد الامور راه مداخلين بروميير اني ميديسين ولا بيولوجي ولا سي فو بلي قولوا لي ندير لكم دي نوفو فيديو نشرح لكم فيهم اون ديتاي ونرسم وكاع باسكو على بالي بهكا شغل راني نسجل بشويه دونك ما على باليش اسكو راه يتلحق لانفورماسيون ولا ماشي تلحق وهذا ما كان بون كوراج ربي معاكم ان شاء الله انا جبيسي الماكسيموم ان شاء الله باش نلحق